أنا بس أريد أن أعطيك معلومة وليس تحليل عن حادث اليوم اللي صار. نعم. الصهريج. الصهريج يا سيدي الكريم هو عبارة عن خلاف بين شخصين ينتمون إلى شخصية إلى جهة سياسية ما، وهي عبارة عن ساحة لتبادل الغاز والبترول لتهريبه. صار خلاف فيما بينهم، أحدهم استخدم قنبلة صوتية وما ثم تطور الأمر إلى انفجار. هذه هي الصورة كاملة بشحمها ولحمها. حقيقة للأسف الشديد نحن نشهد هكذا يعني أمور داخل البلد في وقت كنا نتمنى أن تسير الأمور نحو الاستقرار ونحو الأمان، باعتبار الشعب العراقي الذي فيه يكفيه وقد عانى ما عانى من الجراح ومن نزيف الدماء. وبالتالي أعتقد الحكومات متعاقبة، وأنت حضرتك تسلسلت في هذا المجال ويعني إلى جميع الحوادث التي صارت في عهد الكثير من رؤساء الوزراء. نعم. ربما هذه نعم تأتي في مسألة ربما عرقلة عملية سير أي حكومة. يعني هكذا حوادث أمنية سواء كانت مفتعلة أو غير مفتعلة هي بكل تأكيد تؤثر على أداء الحكومة وتؤثر أيضا على تقييم الحكومة.